بص بقى، هنجيب بضاية ونحط عليها فلفل اسود وملح، هنقلبهم بالشوكة مع بعض كويس جدا. في طبق تاني هنجيب معلقتين دقيق كبار وثلاث معالق بقسماط ناعم مفروم. انا قلت لكم ان انا بعمله في البيت من الفينو اللي بينشف عندك في البيت. المرقة الفورية الحلوة دي انا بحبها جدا، هاخد منها تقريبا يعني معلقة الا ربع. لو مش متوفرة عندك هتبهار الدقيق بالبقسماط بشوية ملح وفلفل اسود، وكمان هنحط بودرة زعفران عشان تدي لون اصفر وجميل. هنقلب كل ده مع بعض كويس جدا عشان نعمل ايه. معانا بقى دي صوابع جبنة جاهزة، انا بجيبها من السوبر ماركت. هنغمسها في البيض اللي هو حطينا عليه فلفل اسود وملح، هنغمس الكمية كلها بالبيض، وبعد كده هنبتدي بقى ندي نغلفها في طبقة الدقيق اللي احنا بهرناه مع البقسماط. هنضغط عليهم كويس جدا جدا. صوابع الجبنة دي بتبقى طعمها حلو قوي وبتتقدم في المطاعم، بيبقى طعمها لذيذ جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. خلصت الكمية كلها في زيت مغلي جدا جدا، ما بتاخدش نص دقيقة بالظبط وبتتحمر يدوبك، بس ان تاخد اللون الذهبي الجميل. هنعمل عشوة بسيطة سهلة حلوة قوي. هنعمل النهاردة كمان مع العشوة الكفتة الجميلة دي، وتقدروا تشوفوها موجودة في القناة الطريقة بتاعتها. وعملنا احلى عشوة رز اصفر مع السلطة الجميلة والكفتة والبطاطس المحمرة وصوابع الجبنة، شايفين حلاوتها؟ يا رب طريقة النهاردة تكون عجبتكم. أشوفكم على خير، سلام.